علاء الدين علي بن محمد السمرقندي المعروف بالقوشجي، ولد في كرمان من بلاد فارس عام 1474، حيث تلقى العلوم الأساسية، ثم هاجر إلى سمرقند أثناء حكم أولوغ بيك لإقليم خراسان وبلاد ما بين النهرين، وأكمل فيها دراسة علم الفلك والرياضيات، فدرس عند أعظم العلماء آنذاك. ونظراً لنبوغه ما لبث أولوغ بيك أن عينه أول مدير للمرصد الفلكي في سمرقند. ومن أعظم ما قدمه القوشجي لعلم الفلك تحريره من التبعية العمياء للفلسفة اليونانية، إذ دحض الفيزياء الأرسطية وفصل الفلسفة تماماً عن علم الفلك الإسلامي، ما جعله يصير علماً تجريبياً ورياضياً بحتاً. سمح له ذلك باكتشاف بدائل للفكرة الأرسطية حول الأرض الثابتة، استنتج أن الأرض متحركة، ووجد أدلة تجريبية على دورانها من خلال ملاحظاته لحركة المذنبات، وألف في ذلك 9 كتب، كتابان باللغة الفارسية و7 كتب باللغة العربية. ذا عصيت القوشجي فدعاه السلطان العثماني محمد الفاتح إلى القسطنطينية، حيث استقبل باحتفال كبير، ثم عين مدرسا في مدرسة آيا صوفيا. واصل القوشجي أبحاثه وتجاربه التي مكنته من رسم القمر لأول مرة في التاريخ، وقيس خطوط الطول وخطوط العرض لمدينة اسطنبول بإحداثيات دقيقة، واخترع ساعات شمسية مختلفة، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في حركة الترجمة الشاملة التي عززت انتشار العلوم الفلكية والجغرافية في كافة أرجاء الخلافة العثمانية. ترك القوشجي مؤلفات هامة، منها كتاب المحمدية في علم الرياضيات وكتاب الفتحية في علم الفلك. توفي القوشجي باسطنبول عام 1474، ودفن بمقبرة الصحابي أبي أيوب الأنصاري.